جربت يعني اكثر 10 مرات ما ظابطه معي، هلا ما عم تزبط. كانت ظابطه هلا ما عم تزبط، ما بعرف ليش. سجلت خرنفوش. الخرنفوش خرنفوش الخرنفوش الخرنفوش. شايف كل هدول عم يضحكوا، ولا واحد فيهم راح يعرف يقولها. والسنه تحمل خرنفوشتين. خرنفوشاي لا تخربطوني لي انا. والسنه تحمل خرنفوشايتين. والسنه بتحمل خرنفوشايتين. تمام، عد لي اياها بس مره. انت حضرتها لاول حلقه؟ ايه حضرتها اول حلقه. ايه شو كانت الجمله؟ مصريه كانت يوميتها. كانت جمله مصريه، مصرية باول حلقه. ايه كانت لو ما حلقته، لو ما حلقته ححلقولك. ححلقولك ححلقهولك ححلقهولك ححلقهولك. انت ما جربتها بس حضرتها؟ انت بتعرف لما حضرتها جربتها يعني اكثر 10 مرات ما ظابطه معي، هلا ما عم تزبط. كانت ظابطه هلا ما عم تزبط، ما بعرف ليش. جمله اليوم اسهل. شو هي؟ شجرة الخرشنفوش. سنة بتحمل خرشنفوشاية وسنة بتحمل خرشنفوشايتين. شجرة الخرشنفوش. طيب اجمع لي خمس. سنة بتحمل خرشنفوشاية. خرشنفوشاية. أنت زبطت أول قسم منها. سنة بتحمل خرشنفوشاية وسنة بتحمل خرشنفوشتين. خرشنفوشايتين. خرشنفوشايتين. عد لي إياها هيك ظابطة بس ما يكون فيها عكة. شجرة الخرنفوش. الخرشنفوش. خرنفوش. الخرشنفوش. الخرنفوش. تعال شوف شجرة الخرنفوش. سنة بتحمل خرفنش خرفنش. شايف كل هدول؟ شايف دخيل قلبك والله. شفتك تسوى الدنيا هاد بوسي. دخيل قلبك. شايف كل هدول عم يضحكوا، ولا واحد فيهم راح يعرف يقولها. شجرة الخرنفوش أولى. شجرة الخرنفوش. سنة بتحمل خرنفوشاية وسنة بتحمل خرنفوشايتين. شجرة الخرنفوشوش. شجرة الخرنفوش. هاي صح. سنة بتحمل خرنفوش هاي صح. وسنة وسنتين بتحمل. لا وكل وسنة بتحمل خرنفوشتين. خرنفوشاي لا تخربطوني لي انا. والسنة وسنة بتحمل خرنفوشايتين. وسنة بتحمل خرنفوشايتين. تمام، عد لي اياها بس مرة. حاجة يلا. شجرة الخرنفوش صح. سنة بتحمل خرنفوش خرف. سنة بتحمل خرنفوشاية صحيح. وسنة بتحمل خرنفوشايتين. يلا منيحة، برا لك إياها زبطت. بدل ربحك جائزة من قناة سما ومن بن حسين. صعبة الجملة؟ لا لا مو صعبة؟ بس لا تعد لي إياها. قال مو صعبة. شرف بطل أولى. لا لا صعبة. ان شاء الله كل عام وانت بألف خير. انت بألف خير ان شاء الله. ويديم عليك الابتسامة الجميلة. الله يبارك فيك، خلي لي اياك. استفسار بسيط. تفضل. وقت تزوجت حضرتك؟ نعم. ابو شو البركة بالاول؟ ابو حسان سيدي. ابو حسان وقت اللي تزوجت قديش دفعت مهر؟ اذا بقول لك ما بتصدق. لا بدي صدق. كانوا عاملين رخصة بتحس حالها. قال في حسومات. 5000 ليرة، 2500 ب 2500. 2500 ب 2500. 2500 متأخر. تقريباً أي سنة هذا الكلام؟ هذا السنة بالثمانين. بالثمانينات. شو كانت تعمل 2500 وقتها؟ كانت تعمل كل شيء. أنا كنت موظف. راتبي كان 400 ليرة. 400 ليرة. إيه 435 ليرة، كنت أصرفهم ويزيد منهم. ما شاء الله، يعني عملياً راتب خمس شهور ايه. مهر. فيك تتزوج فيه. هلا انت راتب كم شهر بدك تدفع المهر؟ 50 سنه. شو لسه كمان في اضافات بيكون يعني غير المقدم والمؤخر ل 2500 ب 2500؟ ذهب بلاش. كان الذهب قد ايه كان الجرام؟ كان 16 ليره الجرام. 16 ليره. ثلاث اساور يمكن بشيء بحدود ال 1800 ليره تقريبا مع المحابس مع الكل. وهيك تعتبر كانت ام حسان مدلله. مدلله اي. لسه في شيء اسمه ملبوس البدن؟ ما ملبوس البدن هيك صار؟ ما كان في كثير هذا يعني. معروف انت تشتري لحالك. ما كان في مثل هلا يعني شرط انه والله بدك تشتري ولا شيء. انت شو بتجيب؟ بس انا بحب دلله يعني. يا عيني هيك. لا مدلله. الله يحميكم لبعض وهيك. ان شاء الله يطول بعمركم يا رب ويديم عليكم الصحه. كثير وروح واجي فاجيب من برا معي. شو كان اكثر شيء ممكن ياخر الزواج او يكون مصعب الزواج؟ ما في شيء. ايسر شغله كان الزواج. هذا المهر والاهل بتساعد والبيت كان مهم. فرش البيت كذا. هلا ما في. انا غرفه النوم فصلتها كلها ما كلفت 1000 ليره تقريبا تفصيل.
ألف ليرة؟ إيه يعني أنا كل جوازتي ما كلفت 10,000 مع غرفة نوم مع شغلة ظريفة. بحكم خبرتك ولهيك العشرة الطويلة على شو أكتر شيء بصير خناقات بين الزوج والزوجة؟ والله أنا من فضل الله ما عندي خناقات. ما في؟ لا والله إن شاء الله هيك دائما بيضل الهنا والسعادة. يعني من 80 لهلأ يمكن الأيام اللي بينعدوا إنه اللي كنا فيهم يعني هي شوف الأمعاء بالبطن بتتخانق طبعا. بس أنا بصلح فورا. أنت هيك؟ أنا ما عندي مشكلة إنه قرر يعني أتراجع دغري فورا وبعتذر كمان. حلو، مو الكل اللي بيتصرف بهي الطريقة. لازم يتصرف. تنبسط الزوجة بس تحس إنه هي في حياة زوجية يعني احترام لمشاعرها مو مبنية على الحب والتفاهم ما بتنبل. هلا هون للأسف شبابنا اليوم ما عم تفهم هذا الشيء. ما عم يفهموا شو بالضبط؟ ما عم يفهموا هذا الشيء إنه أنت يعني إلك حق. كل واحد لو بيعرف حقه وين بوقف عنده ما بصير مشاكل. مثل ما أنا مطلوب مني شيء هي مطلوب منها شيء. كل واحد بيعرف شو المطلوب من الثاني وبيساوي. قديش رح ينبسطوا الصبايا من حكياتك؟ لو انت عم توجهوا للشباب يحترموا المشاعر. الله يبسطهم، انا عندي صبيين وثلاث بنات. الله يحمي لك اياهم يا رب. كل واحد مربى بطريقه والله ومن احسن ما يكون الحمد لله. الله يحمي لك اياهم. الله يسلمك. وانا هيك انبسطت بهذا اللقاء وهي ابتسامي الظريفه. الله يديمك ويبارك. خلي لي اياك. اخذتوني هيك دغري فجاه. انا هيك قلت هذا الوش البشوش بدنا ناخذ ونعطي معه. من لطفك هذا. خلي لي اياك يا ابو حسان. خلي لي اياك. بتمنى تسمح لي ربحك جائزه من قناه سما ومن بن حسيب. يبارك فيك. شكرا كثير. تسلم يا سيدي. تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا انبسطت إنك هيك واقف وعم تسمعهم وعم تضحك. صعبة الجملة ولا سهلة؟ لا صعبة. صعبة؟ صعبة شوي. طيب أنا بدي منك بس أول كلمتين. شجرة الخرشنفش. 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 شجرة الخرفنفش. الخرشنفش. الخرفنفش. أبو شو البركة؟ أبو ليان. أبو ليان. ليان ولا ليال؟ ليان. بالنون. إيه. قديش عمره ليان؟ سنة 8 شهور. سنة وثمان شهور. يعني بكره ان شاء الله هيك بس تكبر ليان بدك تفرجيها هذا اللقاء. وتقول للمذيع سالني عن عمرك قلت له سنه ونص فراح ربحني هديه من قناه سما ومن بن حسيب لانه انت بس تكبري بدك تشوفي هاي المقابله. تمام. الله يديم عليك الابتسامه يا ابو ليان. هاي ليان ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا ليان. الله يحميها يا رب ويخلي لك اياها. انا خلينا نعمل انا وياك نعمل باي للكاميرا انا وياك. يلا اعملي باي يا عمري. انا بأي لحظة ممكن مايك وكاميرا سما يكونوا قدامكن. لا تنسوا تبعتوا لنا مقترحاتكن لأسئلة لو فرضنا جدلا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أنا أدونيس شدود. طروني بكرة. ضلوا بخير.